من فريق العمل تحية إلى مشاهدي تلفزيون لبنان بلبنان والعالم، وحلقة جديدة مع وليد عبود. وصل إلى بيروت اليوم الوزير المخضرم والدبلوماسي العريق والعتيق في السياسة الشرق أوسطية جون إيف لوديان، موفدا من الرئيس الفرنسي في مهمة تهدف إلى استطلاع أكبر انقسام لبناني وإيجاد سبل للتعامل معه وعلى جدول أعماله رزمة لقاءات. الزيارة المهمة والمهمة تأتي بعد أيام على اللقاء المهم الذي جمع الرئيس الفرنسي وولي العهد السعودي. فماذا يحمل لوديان إلى لبنان؟ وماذا سيحمل من لبنان وهو الذي يعرف المسؤولين اللبنانيين عن ظهر قلب؟ وهل سيقدم إلى الإليزي خلاصة معلنة ومفهومة وهو الرجل المعروف بأنه لا يعلك كلماته؟ وإذا كان لوديان سيسأل المسؤولين اللبنانيين عن حاضر لبنان ومستقبله طبعا في ظل الرئاسة المتعثرة، فهل هم سيسألونه عن حاضر لبنان ومستقبله في ظل أكثر من 2 مليون نازح سوري تظللهم إسقاطات أوروبية وأممية فوق رؤوسنا؟ بعيدا من تعقيدات لبنان، في المنطقة متغيرات وتطورات وإسمان متناقضان باتا على قافية إقليمية واحدة، عبد اللهيان وبن فرحان. فهل سيصل تأثير التقارب بينهما إلى لبنان، أم دخل الإقليم نادي الاستقرار واستثني منه لبنان؟ الرئيس التنفيذي لمشروع وطن إنسان النائب المهندس نعمت فرام، أهلا بك مع وليد عبود لتشريح ملفات لبنان الشائكة بدءا من رئاسة الجمهورية وصولا إلى رئاسة الحاكمية وما بينهما من نزوح ثقيل ووضع اقتصادي مجهد. مساء الخير استاذ نعمت. مساء الخير استاذ وليد، اول شيء اهلا وسهلا فيك. شكرا. وبدي حيي جمهورك، جمهور تلفزيون لبنان، هذا الجمهور يلي الوفي، وتلفزيون لبنان وفريقه يلي بعده صامد ونحن منشوف حالنا فيه ومنشوف المستوى والاحتراف على طول. شكرا لك. طبعا بدنا نبدا انطلاقا من هالتحيه اللي وجهتها الى الوضع الرئاسي. نعم. تحديدا يعني امبارح بتقول أسوأ ما قد يحصل لي على الصعيد الشخصي هو ان اصبح رئيسا للجمهوريه. هل هذا الكلام صادق وحقيقي؟ أكيد. ام انه كل شخص منا يسعى الى مثل هذا المنصب؟ لك يعني بلحظه ضعف عندما فكر شو معقول يصير اذا صرت رئيس جمهورية، بتحس بالخوف، بتحس مش بس بالخوف، بتحس بال يعني بلحظة ما ابعد عني هذا الكأس، ولكن لا مشيئتي فلتكن مشيئتي. وشغلة مهمة حلوة كتير، مشرفة كبيرة. اذا نجحت بتكون بالفعل حسيت حالك انه اديت واجبك، ولكن فرص والفشل او احتمالات الفشل كتير كبيرة ببلد مثل لبنان. وعادة بس واحد يكون عم يخسر شيء كتير كبير، هاي بنسميها بعلمنا البزنس opportunity cost. يعني شو عندك كانت فيك تعمله وما عملته لانه رح عملت هالشغلة. يعني اذا ما نجحت انا على مستوى الخاص، لانه أهين شيء، مش أهين شيء، بس أنه أول مرحلة بالعملية هي تعمل رئيس، بس مش هي الهدف. الهدف كيف تخرج من الرئاسة ناجح، أكيد بس هذا الهدف. بس اليوم إذا ما نجحت، إذا فتت على الرئاسة وما نجحت عند الخروج، يلي بتكون خسرته أنا شخصيا. أكيد. يعني بما يخصني أنا رصيدك، يعني بما يخصني أنا هالست سنين بحياتي بهالعمر المعين مع الأحلام اللي عندي إياها بالمستوى الخاص والتقني والأكاديمي، وبذات الوقت العائلي وولادي ومستقبل مؤسسة اندافكو جروب يلي أنا بعتبرها جاييها 6 سنين فيها تكون بالفعل عالمية بكل معنى الكلمة. كلهم هو عم زينهم الحقيقة، يعني عم بحكيك على عم تزينهم. بس اليوم نعمت فريم. نعم. ما عم يسعى للوصول إلى رئاسة الجمهورية. لا ما أقول لك،
لإلي عم تسعى. لا عم بسعى، ولكن انطلاق من فكرة انه يا عمي المشهد والاولويات يلي شايفها للانقاذ سوري يعني، بس مش عم شوف حدا بيعرف اكتر مني فيها بالتحديد اقتصاد بهيدا الاقتصاد الاجتماعي، مش بس اقتصاد الاجتماعي، اعادة بناء مؤسسات الدولة او مش الدولة بس بناء المؤسسات هيدا عالم، وادارة التغيير. يعني انا اذا بقول لك انا شو بعرف حالي فيني فيد بهالمرحلة، هي إدارة التغيير. كلهم بيحكوا عن التغيير، أنا معك، كيف بتدير التغيير من هالنقطة لهالنقطة؟ بس سؤال هون، نعم استاذ نعمتون، سؤال إنه هل ضروري إنه أن يكون رئيس الجمهورية ملم بالوضع الاقتصادي الاجتماعي بوضع المؤسسات، أم يمكن إنه هو يكون صاحب قرار يحيط نفسه بمستشارين جيدين؟ أنا ما بصدق، لأنه أنا شايفها بحياتي كتير، شايفها بحياتي كتير بهالمواضيع. لا لانه المستشارين بيتسللوا الى كل واحد عنده، يا ريت الدنيا هيك، يا ريت الدنيا هيك. انه واحد اذا بيجيب مستشارين منيح، يعني انت بتعرف شو عم تقلي؟ انه اليوم اذا واحد عنده بده يعمل عمليه جراحيه بيجيب 3-4 مستشارين شاطرين نرسات حواليه وبيفوت بقصة المريض وبيعمل. لا هلا هلا العمليه هي زيت، لا هي زيت، لا ما هي زيت، هي ما فيك تعرف شو هي، قديش بتشبه العمليه الجراحيه. انت اليوم في مريض بين ايديك معه هالقد كمية دم، بعد ما هو لازم واحد يرسمه مزبوط. نحن قاعدين مفكرين انه عملية بدنا نعمل عملية، لو خي ما في في كونترات بسمون هل شو ما بعرف شو بتطلع بعد الكونترات الظروف الموضوعية انه خي هيدا عنده 5 لتر دم، صار نروح 3 بعد معه 2 وقال له بيختفي، من تاني ما الاكسجين هالقد، من تالت ما عندنا العداد ماشي عم يطلع لنا كل يوم، عم يخلق كل سنة عم يخلق 50,000 سوري بلبنان. ما هو كلهم من نرسمهم على فرد رسمي وتقول انه هم موجودين. انا كيف بدي اعمل عملية جراحية، خلص العملية واتطلع اول شيء اذا عندي طاقة 10 كيف بدي وزع، لانه طاقة محدودة كل شيء محدود بالطاقة، كيف وزع على اي جبهة وزع اياها فيها مردود اكتر. اذا بحط مثلا 20% من طاقة على مردود بده يعطيني هلأني بشهرين مردود كبير، او بحط 60% من الطاقة بده يعطيني بعد 10 سنين مردود كبير، بس بعد 10 سنين طب اذا بتطلع طويل الامد يمكن موت. يعني انا اللي عم بسمع اخبار كثير لو حبيبي كثير حلوين هاو بعدين، بس هاو تتصالع عليهم بتكون متت. يعني بدك ترتب اولويات اولويات البلد، وهودي كلهم اسمهم ادارة التغيير. هيدا فن طويل على هذا، بتقلي المستشار بده يعمله. طيب وانا برجع بقول لك في ناس كتير شاطرين ومهمين بلبنان وعندهم خبرة هائلة. انا لقلي بالمطروحين هلا اذا الاولويات مثل ما اني انا فهمانا، انتبه يمكن الاولويات غير هيك. وبرجع بقول لك بكل صراحة وانا عم بكون صريح مع كل الناخبين، الناخبين يعني مجلس يعني النواب، يعني النواب والزعماء السياسية، اذا الزمن مش زمن اصلاح وبناء بلا انا اضرب واحد لكم اصلا بروح قتل، بروح محمل يعني. عم بقول لك اياها مزبوط، بدك ناس تانيين حدا يجي يرعى هذا الوضع، انه يطول يقعد يحرس الأمانة، يحرس الامان، يحرس الامان الى بعد 6 سنين. اذا بدنا نعمل التغيير نبلش فيه هلا، بدك غير انواع. ب7 نيسان اعلنت ترشيحك بحديث تلفزيوني، قلت انك مرشح. مع ذلك لحد اليوم ما شفنا حدا من القوى السياسية، من النواب، من المؤثرين في عملية انتخاب الرئيس اعلنوا تأييدهم لك. ليه؟ اول شيء هيدا نوع انتخابات كتير سبيسيال، حتى اكثر من هيك. اي ما بتعلن حتى انا بقول لك اكثر من هيك استاذ وليد، انه انا صوتت لجهاد ازعور لرشح تاني. اكيد اكيد شو مش اكيد, أكيد. لانه هلا بدنا لا لا اكيد لانه البعض شكك بالموضوع. شو بدي اعمل له انه اكثر من هيك؟ انه شو بقدر اعمل اكثر يعني؟ هلا مسائبي انه عندي صوره، بس انه شو شو عندك صوره؟ صوره الورقه اللي صورت هيك حبيت صورها، بس انه شو بتعني يعني؟ انه عملي اذا ما بتسد، اذا ما بيصدقوا شو بدي اعمل؟ ما عندي مشكله يعني، انه مصداقيتي اكبر منهم كلهم يعني. ليش صوت وليش عم اقول لك بعد ما تأييد؟ لانه نحن اليوم بوضع هلا في استفافات
وانا باسم وخطه وكده قرار بيتنا صعب يعني شوي. عم فكر هذا الموضوع عندما يكون عندنا رؤيه وخطه ومشروع انقاذي طويل عريض. صار في استفاف بمجلس النواب بهذا الشكل، بدك تاخذ قرار وين بدك تكون. اخذت قرار انه انا بالنتيجه ما هم الانسان اذا ربح الكون وخسر نفسه. انا مسيحي من كسر وين، في استفاف مسيحي كبير، انا مش رح اخسر نفسي وبيتي الداخلي حتى لو عندي تساؤلات عن مواضيع كتيرة. وانا بعرف انه هاد الطريق ما بتجيب رئيس، هاد الطريق يعني رحت مع الموجة. لا لا بتقول بشكل او باخر، لا رحت مع المبادئ انه انا بين الاولويات تبعي انا بالاستفاف اللي كان موجود والموجود بعده لحديت هاللحظة ناطرين ليشوف شو بده يصير. بدي اختار انه بيتي الداخلي انا بدي يكون فيه، ولكن انا مقتنع 100% انه هاد الطريق ما بتوصل لرئيس، هاد الطريق بتوصل لعد. العد ما بيجيب رئيس في مجلس النواب، العد ما بيجيب رئيس خلينا نتفق عليها، بيجيب رئيس بدستورنا اللبناني في توافق بده يصير، او انتخابات بقل مجلس النواب بلا استفافات طائفية، يعني نص الشيعة نص المسيحية ربع السني ثلاث ارباع الدروز بفريق والنص الثاني والثالث والرابع، بشكل انه يكون انتخاب لشخصين في عندهم قبول من يعني طوائفيا ما عندهم اي استفافة، ولكن في برامج معينة عم تنتخب. يعني انا عم بحلم على نهار من هذا النوع، كتير بيقولوا لي حشتحلم، ما رح تصير هيك مجلس النواب اللبناني. انا جاهز للاثنين، جاهز لاولى. هل مره برايك كان في اصطفاف مسيحي يقابل اصطفاف شيعي؟ مش انا مش برايي، برايي كل الناس، برايك براي الكل. وهذا شيء ما بوصل للرئاسه بلبنان. انا بعتبر المرحله القادمه اذا بدنا نعمل رئيس هلا او نهار بدنا نعمل رئيس، بدنا نبحث ندخل على المساحات المشتركه ونقول هيدي المساحه المشتركه، من هون الاقتصادي والاجتماعي أولوية، من هون بناء المؤسسات ومؤسسات الدولة اللبنانية. وأنا بيناتنا عملت بحث طويل عريض تشوف شو بعد بيجمعنا بلبنان، وبحث علمي يعني مشروع وطن الإنسان بيشتغل علميا. شو طلع بيجمعنا؟ اللي بيجمعنا هي بس شغلة واحدة، هلأني مؤسسات الدولة اللبنانية وما تبقى فيها كمشروع مشترك، أنه نبني الدولة المؤسساتية الحديثة كمشروع مشترك بين الأربع مكونات اللبنانية، الشيعة السنة الدروز والمسيحية. هو بده يقولوا بدنا نعمل مؤسسات مشتركة ولا لا؟ إذا حتى هاي ما بدنا نعملها خلص ما بقى في بلد. أنا بعتبر بناء المؤسسات المشتركة، بناء المؤسسات وحدة كمشروع مشترك بين مكونات لبنان، واحد اثنين تعطي وينقاس الخدمات تبعها لكل المواطنين بأعلى مستوى، تنقاس نحط مؤشرات وعلى هالأساس الخدمة المواطن، يعني مبدأ خدمة المواطن هي تكون المبدأ يلي بيوحد المواطن بالوطن. هيدا المشروع، هاي مساحات مشتركة. طيب مين بيعملنا إياها؟ شو بدها؟ وأنا بعتبر أنه مخطط مشروعي للرئاسة واضح كتير، أصمت أسمان العقد الاجتماعي، يعني في عروسو بالمدرسة الكونترا سوسيال، العقد الاجتماعي وفي العقد الوطني، هون موضوعين. نحن الوطني للاسف مبين مكسر كله سوا، يعني الميثاق، مفهوم الميثاق اللي جمعنا. بس بينتقدك انه راي عم تبحث العقد الاجتماعي، ايه نعم، بينما بالاول لازم تنحل القصه الدنيويه الاساسيه، العقد الوطني. بشكرك لانه سالتني هالسؤال يا بيي، شو ريحتني. هيدا الفرق بين العقل البراغماتيكي اللي انا جايبه والعقل التنظيري الايديولوجي، التاز والانتي تاز. التاز والانتي تاز بيموتوا الناس الجوع، هن عم يتفلسفوا شو جنس الملائكة. انا بقول لك بدي طعم الناس خي، بدي اعطيهم مكونات حياة، هذا الجسم يلي عم بدي اعمل له عملية جراحية، بدي اتاكد انه يوصل معي تخلص العملية. اليوم مش رح يوصل معك. بتعرف شفت الارقام من امبارح تفاجأت فيهم، ما بعرف اذا جمهورك اريون. اليونيسيف طلعت ارقام امبارح، 15% من العيال اللبنانية طلعت ولادها من المدارس السنة. 15% بتعرف شو يعني؟
تعرفوا شو يعني؟ اكيد اكيد يعني 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 تداعيات يعني اجتماعيه يعني انت عم ينتهي لبنان انتهي. يعني بعد خمس سنين بينتهي لبنان بعد خمس سنين وحاولت ظهر صوره بالمؤتمر اللي عملته الاقتصاد الاجتماعي عن الذكاء الاصطناعي والزمن الجديد اللي جاي انه لك هن الناس جايين العالم جاي نحن فالين عندما العالم عم بيفوت بزمن التكنولوجيا والعالم نهضة وهائل يعني مش انه تطور وثبة هائلة نحن فالين نحن رجعين على الايام التعتير وعلى الاسس يعني البدائية بس ما جاوبني بعد على السؤال شو ليه بعد حد هلأ ما في مؤيدين لإلك لانه اول شيء برجع بقلك لانه في اصطفاف يميني وشمالي يعني واضح وكل شيء كل شيء غير هيك يعني انا ما بخفي عليك زملائي بلبنان اللي سموا لبنان الجديد او زملائي اللي سموا زياد بارود ما كلهم كانوا عم بيقولوا تعالوا نعمل اسم مثل اسمي او 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 هلا اليوم كتب مثل شيء بالكلمه اونلاين انا ما قريته بس مع الزميله كارين الاسيس عم بتقول انه نائب مستقل قال الا لو دعم المقاطعون نعمه فريم لكانوا ربحوا المعركه مزبوط يعني عم بتزيد أنا عم بتزيد هالاسامي يلي ايدوا جهاد ازهور الى الاسامي هو يلي, هيك يلي انت هلا هيدا من زمان عم نحكي فيها بس انا برجع بقول لك وقسما بالله ما بدي اعمل رئيس جمهوريه تسلل تسلل تعرف الاوفسايد بالفوتبول هذا هذا الجول ما بينحسب ليه لانه اذا فلت رئيس وعلقين مع ثلاث ارباع المكونات مجلس النواب او نص مكونات مجلس النواب ما فيك تعمل ما فيك تكفي انا بدي يعني بدك شبه توافق اخي 70 مثل ما بقول مجلس النواب 86 انا بدي 86 بعتبر 86 هي اللي بتوصلك تقدر تشتغل من بعد ما تعمل رئيس نحن ما تنسى نحن نعمل رئيس وراها حكومه وراها شغل واذا فينا نوصل على 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 مراسيم اشتراعيه استثنائيه يعني يعني ليقدر مجلس الوزراء يمشي بسرعه بأول سنتين سنة ونص لأنه انتبهوا عندنا أزمة كمان كتير كبيرة هي مالية الدولة اللبنانية لا أكيد. أنت أمام عيوننا اليوم عم تسمعوا قصص المدارس قصص الرسمية ليه ما مش التقاطع ليه ما مش التقاطع على نعمة فريم هل صحيح أنه في فيتو من التيار الوطن حر عليك في مشكلة بعدها مع جبران بيسيل صديق السابق صديقك السابق ايه لانه كنا تعرف هلا ما في تواصل بلا ما رجعنا هي اللي بدي لك اياه عم نرجع صديقك السابق ويمكن اللاحق تخيل انا بدي اقول لك شغلي ايه؟ انا بقول لك انه شخصيا بعتبر انه الشخص هيدا كان في يقدر يعني عنده طاقه وكان صديقي بكل معنى الكلمه وحليف كنت حلفا خيي ايه بس بذات الوقت انه كان في كمان صداقه بكل معنى الكلمه هلا فيها نقول عم ترجع ولكن ما رجعت بعد لإلي انا اساس 86 صوت مهمين هيدا مش 100% من مجلس النواب ولكن هيدي تلتين او تلتين بالمقابل هل صحيح انه القوات نعم. ما عندهم مشكل معك بقى من زمان ما عنده مشكلة من الأول بس لا أنا بتأييدك يعني لا بعد حتى بتأييدك لرئاسة الجمهورية تسألهم بس أنا لي يعني تردد أنه يعني ما في مشكلة دكتور يعني سمي جعجع ماني مرشح بيقول أنه ماني مرشح هذا الفريق لأنه المرشح الفريق اليوم هو جهاد أزعور الفريق خلينا نسميه تنلخص تنهينا اليمين واليسار لأنه هني مش يمين واليسار بس تنهينا اليمين سمي عندهم جهاد أزعور اليسار عندهم سليمان فرنجية وهلأ في طريقتين من الشغل في طريقة بنقول لا بدنا فراغ وهذا الفراغ يكون عم تقول للمجتمع الدولي يلي عم يشتغل ليل نهار على فكرة عم يشتغلوا كتير يعني أنا بتفاجأ هالبلد الصغير 10,000 كيلومتر كيف إنه مجلدتنا الشباب لانه عطى قرطع مهم بس مش معروف يعني جزء من يعني المعادله يعني انا الشرق اوسطي بدنا نشكرهم وبدنا نقول لهم انه اذا ما لقيناهم بهالشهر ونص على رئيس جمهوريه ونقلع الحركه انا مشغول بالي كثير انه ما وقت رجلتنا وبتكفي مثل ما تفضلت وقلت بالاول انه التقارب اللي صار الايراني السعودي الايراني ما يترجم بلبنان يعني بيعطوك مناخ ايجابي
إذا أنت مثلا إذا أنت ما بدك تقل تفوت فيه بقول لك أوكي بيحطوا بيحطوا درابزين سياج حول لبنان بقولوا هودي خوت خيي سكسك حطوا الخوت يلعبوا مع بعضهم خلينا نكفي الشغل بيعملوا لنا حجر بيعملوا لنا حجر بسكروا كارنتينا بس بسكروك خيي اتركوا قعدوا 3 سنين نحكي معكم بعد 3 سنين بنروح بنكفي لأنه عندهم شغل كتير ما كلنا بنعرف أنه شو ناطر سوريا سوريا جاية على زمن جديد نهضة نهضة كتير كبيرة وفي شغل كتير وهي سبب أو إذا بدك ساحة أو مساحة للعمل سويا بين الإيرانية والسعودية بلشت بالعراق مش لح تبلش بلشت بالعراق وبدها تكفي على سوريا ولبنان مدعو يكون فيها بس عن شرط يكونوا اللبنانية متفقين مش بس متفقين يكونوا مش قاصرين يكونوا قد المسؤولية وهيدا يلي عن جد الرئيس مدعو يجي يحكي باسم الأجيال الصاعدة الجاية أنا شخصيا ما بدي يكون رئيس جمهورية الحالي هو عم يحكي بالماضي أو جاي من عالم الماضي بده يجي من عالم المستقبل بده يجي يقول شو لازم نعمل أنا بدي مش بس شو لازم أعمل لمين للأجيال خلاص هذا الجيل عنده بعد أمل واحد بهالعشر سنين يجرب ينتهي بشرف لأنه نحن اليوم رح ندخل التاريخ هذا الجيل رح يدخل التاريخ أنه هذا أكل وشرب وانبسط ورقص وفرفح على 1500 ليرة دولار خلق خبرية كان مزيفة سرق ودين على العالم كله وأيد الكمبيالات على الأولاد عطيان وإجا قبل ما يموت فلس الدنيا وقالوا للأولاد روحوا دبروا راسكم طلعوا من المدارس نحن تعلمنا بأحسن جامعات وأحسن مدارس كان عندنا أحسن مستشفيات كان عندنا كان في قروض للبيوت للسيارات لكن يعني ما توخذني أنا كنت شوف الواحد بعيد ميلاد واحد صبي عمره 10 سنين كانوا يجيبوا له زفة طب أولادنا تعرف كيف بدهم يعيشوا إذا مكفيين هيك تعرف كيف بدهم يعيشوا يعني هذا السلولار اللي عم تشوفه الشباب أولادنا إذا مكفيين هيك بدهم يشتروا طب يرجعوا طبعا لهذا الكبسة ما حدا رح يقدر يشتري السلولار من النوع يعني إذا مكفية هيك الوضع بقى هو كلهم هيدا الرئيس بده يجي يقول بده يحكي باسمه هو طيب المرشح مرشح المعارضة برأيك نعم جهاد أزهور نعم هو كمان اقتصادي برأيك أكيد في يكون يعني يحمل هذا الهم أيضا ليك وأنا ما حكيت معه أنا بعرفه حكيت معه على التليفون وكل شيء بس ما فت بالتفاصيل لا حكي معك على التليفون تصور تقول لك إيه تصور بس ما فت معه ببروجرام وهذا موضوع بلحظات الحقيقة يعني لازم نفوت ببروجرامات ندرس البروجرام مزبوط شو الأولويات لأنه بعرف أنه الـ IMF مهم وكذا بس مش ماشي يعني ما بتعطي شيء يعني ما بتبليش يعني مثل ما بقول أبيريتيف يعني هو الشغل مقبلات هو الأساس كيف تستقطب رؤوس أموال من اللبناني أنا لقلي الهدف الهدف الفينال في هدف أنت مرحلة أنت المديان هو أكيد الـ IMF بالأول هيدا المقبلات إذا بدك المرحلة هو تستقطب أموال من World Bank من المؤسسات ومن الدول بس دول مانحة بس لازم أقول بقى مانحة أنا لقلي شرفي ما بيسمح لي بقى أقول مانحة توظيف investment أنا خيي ما بدي حدا بقى يعطيني شحادة طيب نحن عشنا يعني على شحادة كتير بنسميها الدول الموظفة الموظف بس الهدف الأساسي الكبير استقطب رؤوس أموال اللبنانية بالعالم لازم ارجع اقول لهم لبنان بلد للاستثمار لازم ارجع استقطب رؤوس أموال الشركات بسموه هذا الانتليجنت انفستمنت التوظيف الذكي يعني مين عندك بلاك روك عندك هودي الكبار الشركات مش شركات او 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 البرايفت اكويتيز يلي شركات المالية يعني يلي بدها توظف يلي ذكيه بتدرس مردود تقول والله ليكو اذا مشروع شو بعرفني انا خط البحر او ثلاث جزر بالبحر قدام لبنان بيعملوا مردود هائل انا رح وظف فيهم ولا نقول لهم ولا بحري ولا قصاد بحري ما هيدا هيدا مشروع انا قدمناه لا اللي قدمته هو مشروع جزر بمولوا حق الاوتوستراد لان جزر ربح الجزر بالاوتوستراد او مثلا مشروع سكي محطه سكي للشرق الاوسط كلها بمستوى فالديزير مشروع برد حقه انا اكيد بيجي هيك بدنا مشاريع
بدنا مشاري بدنا اول شيء قوانين. بدك هو كلهم يعني لازم تقشع بالاخر الجزره وتشتغل لها مثلا. هو كلهم بتعرفوا وين ببلشوا؟ هو كلهم القوانين تبع يبين عم طير فيولي يعني ببلشوا وين؟ هو ببلشوا باستقلال القضاء. ما بتصدق استقلالية القضاء المستثمر لانه يسترجي يجي على اذا ما بيعرف المستثمر لانه في عندي انا 600 700 قاضي بلبنان هذا الجسم القضائي 500 منزهين 900 محصنين منزهين وممكننين يعني عندهم قدره ممكننين يعجلوا بده يعني انا لالي برفع دق وطق طق طق بتجي شغله بيقدر يشوفها انه يا بياخذ حق يا ما بده ما بنطل ما رح يجيك مليارات الدولارات بيجيك 10000 مليون دولار مليون دولار واحد زلمه بمكسيك والله هو بحنده حنين على ضيعته مشتري شقفه ارض فيها اي ما اختلفش عليه. لا اذا بدنا نحكي بالتوظيف الذكي بتكون خلصت بسموها هيدي الايكو سيستم البيئه الحاضنه للاستثمار ولا النهضه الاقتصاديه. هيدي البيئه الرئيس الجمهوري وفريقه بده يشتغلها مع رئيس اكيد رئيس الحكومه وفريقهم كلهم. بس المناخ هو تراكمي في حجره حجره يعني رئيس الجمهوريه رئيس الوزارة الحكومة الوزارة الـ 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 الفريق كله النفس بده يكون بالـ 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 بالخطاب الوزاري خطاب القسم خطاب القسم والتاني بعدين بالبيان الوزاري بالبيان الوزاري كله هيدا كله هيدا بده يكون اخدين قرار تبسنا على الزر لتون بسموهم بالانجليزي التون اراوند يعني الشركات بتكون مفلسة او عم رايحه بياخذ قرار بنحط فريق شو بسموه تون اراوند بالعربي بعمل الاستداره الاستداره انه بوجود هيك طبقه سياسيه بنرجع نحكيها. بس السؤال يعني قلت انه جهاد ازعود اتصل فيك المرشح الرئاسي الاخر سامي فجي اتصل فيك كمان كمان اتصل فيي وبعدين اكثر من هيك بتعرف انا بيربطني علاقات صداقه ان كان مع بيت فرنجي وسليمان بالتحديد وابنه واصحابه والحولاه يعني من فريق عمله علاقات شخصيه صداقه كثيره وجهاد ازعور لانه كمان بيربطنا اصدقائنا بتعرف لبنان صغير يعني بقى عمليا ما كان في تصويت بالصداقه هون يعني في تصويت قلت لك الاستفاف بس عمليا وبرجع بقول لك انا اذا بدي صوت انا اذا بدي صوت لحدا بصوت لحالي انا بسائب مرشح وبصوت يعني شوي من هيك شوي صعب العمليه من هيك الناس شككت بالتصويت يعني صرت تقول انه يمكن القصد انه انت تقول انه انا بالوسط من هيك لا رحت لا استفاف هيك ولا استفاف هيك. قلت للشباب انه انا خيي عامل هيك انا عملت هيك هلا مرحله الثانيه بدنا نشوف كيف رح تكون مع انه بقول لك لبنان الجديد فريق لقاء النيابة المستقل يلي صرنا نحن جسم مكون يعني ولو أنه نحن أخذين قرار ما اسمه تكتل اسمه لقاء لأنه بدل عنده هامش الحركة أكتر بس موجود والشباب أخذوا قرار يصوتوا لبنان الجديد يعني أنا قالوا لي نعمت أوكي أنت هالمرة فهمنا أنك ده بس مرتين بدنا نكون كلنا مع بعض يعني يمكن لبنان الجديد كله يقبل مثل ما هو. طيب سؤال هون نعم. هل صحيح أنه من الأساس يعني من بدء المعركة الرئاسية ما كان عندك كتير حماسة يعني عندك امتعاض أول شيء المعارضة رشحت ميشيل معوض وهلأ جهاد أزعود يعني بيّن أنه منك محمس للمرشحين هلأ أكيد رح تصوت بس يمكن من دون حماسة منك مهتم لا لا بالعكس نو لا بالعكس أول شيء خلينا نتفق بس ترشح بس رشحنا كلنا ميشيل معوض انا مش مطروح ان نكون لانه انا ما بدي لا انا ما بدي اكون مواجهة اكيد حتى من بعدها اجت مرحله صار في حديث الحقيقه لانه ميشيل صديق كمان والفريق كله يعني حواليه يعني انه تعال انه اذا بنعمل من راكم لا انا ما بدي انا اخذ قرار انا ما بدي اعمل رئيس تعمل رئيس انا بدي اعمل رئيس لاشتغل غير انه دستوريا ما بينعمل رئيس بهالطريقه دستوريا عم نحكي يعني واحد اذا بده يكون محترف بالشغله اول شيء بده يعمل بده يدرس قانون اللعبه ويفهم قانون اللعبه هيك هاي وحده اثنين من بعد ما نعمل رئيس اذا هدف الاساسي مش نعمل رئيس ننجح بالرئاسه بدك تكون فايت وعندك توافق على قليل يخدمك
هاي بتسميها المساحه المشتركه. المشتركه طيب. انا بس تحت لحقت فتحت الموضوع لانه بلشنا فيه وما خلصنا. بحب سكر الملف نخلص كله. المساحه المشتركه والخطه جايه من انه بنبلش بالعقد الاجتماعي بنعم نستعمله لاعاده بناء الثقه، لانه اذا نجح بناء مؤسسات الدوله وعملنا الخدمات اللازمه وخلقنا المي والكهرباء والمصريات بمشروع متكامل بين هالمكونات، هذا بس بيكون مشروع ناجح بيخلق روح فريق حلو. ساعتها بنفوت على موضوع العقد الوطني وبنحكي باربع مواضيع الدسمه الاساسيه، من كان كيف بدنا نشتغل على الاستراتيجيه الدفاعيه والسياسه الخارجيه والمركزيه كيف نفهمها، ما حش نتكلم مع بعض خي، من الفدراليه للسيستم الحالي. في كتير الوان يعني عم نكذب على بعضنا هلا باللامركزيه. ايه اكيد كل واحد بخبر خبريه وبيجي كل واحد بده شيء. ايه بقول له كذا بلش القانون. اذا بتشوف قانون مجلس النواب الحالي شو بدي اقول لك؟ شيلوا له ضفيره واسنانه وعيونه وما بقى شيء منه يعني. ما بقى تعرف فجأة بقى بدنا القانون اللامركزيه بده يكون فعال وبصراحه وبكون في عنا نية طيبة انه خيي انا بدي اياك تنفس حالك، انه انت خيي منطقة هيدي منطقة تكون عندها سموها تنفيس الاحتقان دي كونجستيون، بدك تصال على الدولة المركزية مرتاح انه خيي اوكي فجأة انت مبسوط عنا قضايا عندك منطقتك مبسوط فيها مرتاح، تعال نجي على النص كمان مرتاح. ايه وهيدا كله بده يكون قلت لك بده يكون في ثقة وبده يكون في توافق على الهواجس. أنا ما بدي أحمل أنا نعمة فريم الماروني، ما بدي أحمل هاجس المورني، بدي أحمل هاجس الماروني والشيعي والسني والدرزي. والشيعي بده يعمل ذات الشيعي والدرزي خي أنا كتبهم بدنا نتشارك. تعرف أنا كتبتهم حطيت حالي لبست الشخصية الشيعية وكتبت لها هواجسها وكتبت هواجس الدرزي وكتبت هواجس السني وكتبت هواجس المورني، حطيتهم حد بعضهم تفهمهم مزبوط. انا بس احكي مع شيء بعرف مزبوط شو بيوجعه بكل من جواته ولانه مسافر كمان عندي اصحاب كتير من كل الميلات بتسمع يعني. لهم ايه؟ على كل حال خلينا رح نكمل الحديث بدنا نكمل بقضيه المساحه المشتركه والهواجس، انه هل هذه الهواجس ادت بك الى اقامه علاقه مع حزب الله؟ هيدي بدنا نسألها وإنما بعد فاصل إعلاني أول. أستاذ نعمت كنت عم بستمع خلال البريك إلى بعض الفويسات، يعني كتار من المشاهدين معجبين بالطرح الاقتصادي الاجتماعي، بس عم بيقولوا يمكن المشكلة البنيوية إنه طب وين الكلام بالسياسة؟ كيف شخص يمكن أن يصل إلى رئاسة الجمهورية وقت عندما يسأل بالسياسة بيجاوب بالاقتصاد وبالاجتماعي؟ لا بس اسال بالسياسه بلجب جاوب بالسياسه. امبارح كنت على حلقه كلها سياسه وكان فيها اكيد حديث اقتصادي جوابت وحديث سياسي من جواب. يمكن هون عم بيقولوا القضايا اللي قلتها انت العقد الوطني. نعم. انه هذا بالنسبه لإلهم لا يؤجل، يعني اليوم كيف بدك تبني مين اقتصاد مين قال لهم لا يؤجل اذا انت منك متفق على اي بلد بدك اياه اي وطن بدك اياه؟ لانه انا بعتبر انه الاتفاق على الوطن صار لنا 15 سنة عم نبحث عليه نبحث فيه. الحديث اللي بده يصير اول شيء لا يفرض على حدا. الدراسات اللي تعمقنا فيها، نحن تعمقنا بكتير دراسات، عم اقول لك وصلنا على مين بتقول نحن مين يعني؟ يعني مشروع وطن الانسان. لانه مشروع وطن الانسان فريق طويل عريض. انا يعني بدك تعرف وبده يعرف المشاهد انا بحب اكون محترف بكل شيء بعض وبهالموضوع وبالسياسي يلي بيقولوا انا مش سياسي، وانا بشكرهم انه انا يقولوا لي انا مش سياسي. انا بدي اكون رجل دولي ما بدي اكون سياسي. في كثير سياسيين بلبنان، بدنا رجال دولي يعني بيشتغلوا لمؤسسات لا ومش بس ولا الاجيال ولا السنين. ما بيشتغل نشتغل بس انا كنت العب سيف كل حياتي. ايه بلعب سيف انا شغل انه لعب 30 سنه سيف بالسيف على طول في باراد ريبوست كل الوقت تعمل هيك بترد له هيدي سياسي كل النهار بنعمل هيك يا خيي طيب من قضيه نعمل هيك او بين بوينت بين بوينت ضربي بتضربني على اليمين بتفوت تشكني على اليمين بقرب بتضربني على الشمال برد قضيه كل النهار هيك. طيب ما بنتقدم ما بنمشي بدك انتو عم تعمل هاو لازم تعمل هاو لأنه بتموت ما بتكفي انتو عم تعمل هاو بدك تدلل الرؤيه الكبيره ماشي
انه نحن بنضلنا ماشيين نحو من هيك موضوع السياسي مهم كتير وحددناه. اول شيء كيف بدنا نطبق الطائف من اللامركزية الى الدولة المدنية عبورا بالغاء الطائفية السياسية هو مجلس الشيوخ، يعني تطبيق الطائف، تطبيق الطائف وتطويره نحو اكثر انتاجية، لانه العقد الوطني، تعرف شو العقد الوطني اللبناني؟ شو كمان بحثنا فيه كتير. الميثاق، بقولوا عنك الميثاق. طب شو هو الميثاق؟ فيك تكتبه بكلمتين شو هو؟ لا شهد ولا غاب. لا الحقيقة مش هيك. شو هو؟ بحثنا فيه كتير من بعد ما درسنا كتير. تعرف شو طلع؟ العيش المشترك. يعني هذا هو المثال، انه بعد ما تقول لا شاء ولا غاب بدك تعيش العيش، العيش المشترك. هذا بين معنى من وقت ألفوا اللعبة من زمان. اوكي، بس بين انه مش كافي، لانه اذا مش عايش مشترك منتج فعال مزدهر بيعطي بيعطي بيعطي، بس هو حتى العيش المشترك مصاب. ما هو هالقتل الكبير، لانه العيش المشترك اذا ما كان منتج بيفرط مثل كل عائلة. اذا العائلة او شخص رجال ومرأة خي بحبك بتحبيني بتحبها بتحبيني حب، وبعدين يا خي ما بدناش نعمر بيت، ما بدناش نكبر، ما بدناش نعمل مستقبل، بنقضيها نبعت شعر لبعضه. هو بينصرفوا. اللي صار فينا بلبنان انه قضيناها بحبكم، بحب بعضنا على الارض، ويا هو ما بدناش نقول هالكلمه بس شو بنعمل لبعض؟ بنبيع حكي ومنطرق بعض من تاني ناس. بخي تعطى نحكي مزبوط. انت حبيبي دولة العميقة، دولة العميقة رح تسمح لك تنفذ هذه الامور؟ دولة الفساد اول شيء يلي متحكمة أول شي بكل مفاصل الدولة اللبنانية. هون بتفوتني، لنفترض وصل نعمة فريم، انت قادر تحقق هذه الامور؟ هون بتفوتني على موضوع كتير مهم، هو ليش هلأ، ليش هلأ الوقت لناس مثل نعمة فريم او لناس بدون يعملوا المشروع الانقاذي هلا؟ لانه في مثل بيقول ما تروح فرصة الازمة لتعمل تغيير. هذه الازمة هي فرصة، هذا الانهيار المالي، هيدي الانهيار المالي اكبر ازمة، اكبر فرصة لتدمر الدولة العميقة. الدولة العميقة بال 1500 ليرة كانت هي الملكة، ونحن كلنا عم نشتغل عندها، نحن القطاع الخاص. انه احنا اليوم قبل الانتخابات النيابية بال 2018 بلد مثل بلدنا ماشي فيها في عزل من الميزان التجاري وعجز من المدفوعات، يعني دولاراتنا عم ينزفوا. بتيجي الدولة العميقة بتقرر انه بدها تزيد معيشاتها 30%. الفكرة عم تفهم كيف يعني انه شركة، انه مؤسسة كمان الانتخابات. الناس عم قولك هي اليوم ما بقى تعمل فرق، ما بقى فيهم يعملوها، خلص خلصوا الخرطيش. من هيك هلأ الفرصة يلي تدفع تعمل التغيير البنيوي. العقد الوطني اللي عم نحكي عنه، بس تقول انا بدي فوت على الانتاج، انتاج مش الصناعي، الانتاج يعني انتاج القرارات. هيك اصلي فيه، يعني البرودكتيف الانتاجية، المثمر. المثمر اذا بدك تسميه، بتفوت ساعتها بتطلع على الطائف كيف بدي اياه مثمر اكتر، كيف انا بعلق. خي معقول يبقى سنة ونص ما بدوش عم شكل حكومة؟ لا والله. هو مثلا عملنا دراسات فيهم بيان معنا انه مثلا بعد شهر خي مجلس النواب ومجلس الشيوخ، لازم تعمل مجلس الشيوخ اول شيء يعني نتفق لبنان، يعني يتنفذ لبنان طائف لبنان، الدستور اللبناني دستور لازم يكون لبلد، دستورنا لازم يكون الطائف. ليش الطائف ملائم اكثر للبنان من اللي قبله؟ لانه لبنان بلد مركب، الدولة المركزية القوية كتير والهيك مركزية كتير ما بتمشي، ما في في غلطة. مثل واحد منزل الاوبريتنج سيستم تبع ابل، هيدا الاي او اس، منزله على السامسونج مش عم يمشي. مش عم يمشي. نحن دولة مركبة من فيها اربع مكونات، عنده كل واحد سرد سياسي طائف، سرد تاريخي. لو انه نحن مش في عندنا كثير عوامل مشتركة مع بعض، انتبه في عندنا كثير عوامل مشتركة مع بعض، بس انطلاقا من هون بدك تعمل دستور بيشبه له، من هيك الطائف بيشبه له. فاذا بدك انت عم تبلش الطائف بدك تقول بدي زيد الانتاجية بالطائف، لانه في عطل بالانتاجية بينزيدوا شغلتين ثلاثة. اثنين، الروحية.
لانه في قوانين لازم تنعمل مش معموله، ان كان انه اللامركزية تفاصيله، ان كان كيف المراسيم التطبيقيه لمجلس الوزراء، لانه الطائف بنقصه مراسيم تطبيقيه، انت عارف في كتير مواضيع هودي من عمله كيف تندار مجلس الوزراء، كل هالمرحلات هالصغرات هاو. من نبلش نقول بدنا روحية حلوة. من هون انا عم اقول الروحية اللي شايفها هلا مش كيف، يعني الدولة العميقة برأيك فيك تتجوزها، تتجوزها اذا بنقدر نفوت الى موضوع العقد الاجتماعي باسم العقد الاجتماعي، بتجوزها وبخلق جو ايجابي لنفوت على المواضيع التانية. عظيم. العلاقة مع حزب الله، علاقة مع حزب الله. البعض بيقول انه من خلال هيك مراقبتك في مجلس النواب انه دايما عندك تشاور احيانا. اول شيء محلي بساعد جغرافيا كرستي هوني تنتفق المشاهدين يشوفون ساعدتك الجغرافيا الكرستي هونيك، والفعل في ربية علاقة صداقة يعني قاعدين حد بعض كل الوقت بهالمرحلة. لا 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 عم بسألك بهالمرحلة هل التقيت قياديين من حزب الله؟ لا قياديين كبار يعني لا، بس 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 يعني بعد العلاقة على مستوى النواب. ايه بس النواب هن قيادي، في منهم قياديين خلينا نتفق القياديين، في النواب والنواب في نواب قياديين، وهودا عم بيصير حديث انا وياهم. بس برجع بقول لك الحديث بعد ما وصل لمحل اسمه انه مرشحهم مش زي مش اسلامية فرنجية، مرشحهم اسلامية فرنجية واني صارحين جميعا في احترام متكامل. انا لقلي ليش عم بحكي كل شيء انا على السطح؟ لا عم اطلع على التلفزيونات، لا عملت المؤتمر الاقتصادي، لانه ما بدي شيء مخبى. يعني انا لشو بدي احكي انا وياهم مسكر تحت الاوضه خي؟ صحيح هذا انا خي. اذا بدكم هذا المشروع، اذا هالمشروع، وليك بدنا نجي لحظه حقيقه وكلنا بنتوجه لحزب الله، اذا النمو الاقتصادي في لبنان، اذا تطوير لبنان، اذا ازدهار لبنان، اذا دخول لبنان بالقرن ال21 من مصراعيه ضد مشروع حزب الله، ما بقى في بلد. وانا نعمت فريم مش معني بالرئاسة، بالعكس اصلا لازم نكون عم نعمل مقاومة تانية 100%، عم نبحث خنادق يمكن هون. اذا يعني اذا المشروع نرجع الاساس، اذا المشروع برأيك لازم نجاوب كاللبنانيين، هل بدنا هالمشروع هذا اللي عم بتقدمه كاللبنانيين كله وحزب الله مشروع وطن الانسان وحزب الله بالتحديد كحزب سياسي لبناني، غير عم بحكي المقاومة العسكرية، كل هيدا المنظومة كلها سوا مع بعضها، اذا هيدي معنية في هذا الموضوع، انا شخصيا اللي عم بسمعه انه نعم هيدا لا يتعارض مع مشروع حزب الله. هذا لا يتعارض. ليه فهمته لحلت هلا بعد ما صار في جلسات عميقة؟ بس معقولة هالقضايا المساعدات وكل هالقضايا اللي عم تطرحها؟ نحن بنعرف كمان مساعدات. انه اذا بدنا دعم دولي للبنان ما بدنا. انا بقول لك شغلي، نحن اليوم ماشيين، نحن اليوم اذا بنعمل 4-5 قوانين مثل ما لازم، وعندي ليستة فيهم، اذا بتعمل القوانين اللازمة وبتقلع مجلس استثنائية القضاء مثل ما لازم، لا بس انت تعمل استقطاب رؤوس اموال الى لبنان، تعرف كم مطعم فاتح مسكر علينا العالم كمان، لانه في وضعية حزب الله، هون الموضوع في سلاح حزب الله. اول شيء موضوع سلاح حزب الله تغير من بعد اتفاق السعودي الايراني، وصار مشروع اكبر من حدود اللبنانيه، وهذا مشروع بدنا ننطر نشوف. بس بعد ما نبحث ناطرينه. من هيك عم اقول لك انه كمان يمكن هم متوصلني على الفكره انه ليش انا يعني حاسسها انه شغلي صعب كتير، لان رئيس الجمهوريه هلا، لانه عن جد في احتمال كتير كبير تفوت على محل ومفكر شيء. ما تنسى بال2000 كيف بلشت العمليه، انه جاي السلام اذا فايقين وفي نهضه، واجى المال على لبنان، وكان في وقبلها كان في عندك بال 96 مدريد ولا 96 مدريد 93 وجايين على نهضه كبيره، وبلش البلد بده يقلع اتفاقيات السلام. يعني في اوقات كثير اردن وغير الاردن، يعني في اوقات كثير بتعمل مشروع، بتعمل بتنفذ منه اول فشخه، تاني فشخه بتتخربط تنضرب، بتكون علاقه بالنص. هون المجاسفه للرئيس القادم، انه الرئيس القادم حتى لو كان تاكد انه جاي على انه في زمن ايجابي، بس برايك من الهواجس الاساسيه قضيه سلاح حزب الله. اكيد ومش بس سلاحه، الكونسبت الفكره كلها سوا، انه خلص لبنان
كبلد بده يدخل في النهضة اللي جاية على الشرق يلي قلعها محمد بن سلمان ولي العهد ويلي تجاوب معه ومشيت فيها العلاقة الإيرانية السعودية وبلش تقلع بمشروع نهضة وكتير كبير اقتصادي اجتماعي. يعني عم بحكي أنا عم بحكي من 5 سنين هلأ صار يعني كل الناس عم تحكي فيه صحيح. أنه الاقتصادي الاجتماعي هي الأولوية. كل السياسة وهذا اللي تبنية على اللي كل اللي سألوك قبل بدي ترجعهم قلهم تعوا صار زمن جديد اليوم عملوا ريسات لكل شيء بتعرفوه بليز إذا بتعملوا معروف ما سربتوا كل اللي عم تعرفتوا ما تعلمتوا بعد أنه كل الطريقة اللي عم تستعملوها وصلتنا لهون وضلت بأرضها من نغير اللعبة. هاي بسموه paradigm shift يعني التغيير الجوهري. بيكون تمحوا سوفت وير وتنزلوا سوفت وير جديد. شو اسمه السوفت وير جديد؟ الإنسان أولا. يعني الاقتصاد الاجتماعي هو الأولوية. شو بده الاقتصاد والنهضة تطوير حياة الإنسان شو بده بالسياسة بدنا نعملها بدنا نعمل كل شيء للإنسان ولتطوير حياته وللخلق وهيدي السياسة المضبوطة وهذا الزمن اللي جاي على الشرق مش أنا عم بخترعه. شفت أنا لو عم بحكي أنا وياك هيك بتقول لي نعمة شو قاعد تعمل هون روح فين أنا أعمل لك خير سبقونا اللي جاي اللي بلش من السعودية يلي بلش من السعودية وصل على سوريا وصل على سوريا وانطلع على البلد العربية كلها ومصر وهلأ وإيران فاتت فيه وإيران فاتت فيه. يعني يمكن إذا مكفيت تطورية إيران رح تفوت بالمشروع أو إيران عملت نوع من أنواع التهدئة لا لأنه محشورة لا المعلومات اللي عندي لازم إذا مكفى التطور اللي عم بيصير يمكن تتوقع توظيفات investment في إيران خليجية وسعودية هالقد بالسنتين الثلاثة القادمة بس أكيد مرحلة أنه تدرج بس رايحين لهون نحن بعدنا هون عايشين خبرية هيدا مع هيدا وهيدا زعلان من هيدا وقرب ورجع يا بدنا نفوت بهالزمن يا عم أقول لك شو جايينا يا الزمن رح ينزلنا عم أقول لك شو جايينا حيصونوك بيقولوا هودي خود تركون بعد 4 سنين منهم كارنتين عملوا كان بعد 4 سنين نحكي معهم طيب اليوم زيادة المبعوث الرئاسي الفرنسي برأيك قيل انه هي استطلاعية هل قصد من هذا الاستطلاع انه فرنسا ان تدخل مرحلة جديدة بمقاربة الملف الرئاسي يعني كمان كمان عم تعمل رسالة للماضي فرنسا هل اكتشفت انه المعادلة يلي طرحتها بكير تنقول هيك انا ما بدي يعني معلومات اللي عندي انه جاي الوزير لوتزيوني مثل ما تفضلت وعرفت عنه بالاول الخبير والمخضرم وعنده فكرة كبيرة خطة كبيرة جاي يستمع عنده اكيد طروحات معينة بس جاي استطلاع اذا بدك لا يعمل شغلتين اول شيء لا يعطي المعلومات للتطورات اللي صارت على للموضوع الرئاسي ايه تنرجع نعمل موضوعنا الرايح على من بعد ما يرجع بده يروح على متوقعين اللجنة الخميسية صحيح إيه بده يرفع تقريره الى رئيس الفرنسي ويمكن للجنة الخميسية مظبوط وجيك من وراها تغيير السفير سفير جاي سفير جديد وهذا شيء كله عم تعتبر انه في تغيرات هل هو تطور او تطور او تبديل نهائي تبديل تام مثل ما تفضلت وقلت بتصور لا تطور وتفاعل مع الوضع انه اليوم صار شيء كبير انه صار استفاف بيوصل على ستاتيكو يعني ما بده واحد يعني يعمل كمبيوتر وحسابات يقول انه يي عصور في ستاتيكو في تعادل سلبي في تعادل سلبي واضح هلا السؤال الكبير اذا بده ينطر 3 سنين هذا التعادل تيتغير في خطر كتير كبير وانا عم نبه لا اذا كان 3 سنين لانه انا بنظري بتكون انهارت كل المؤسسات اللبنانية وانتظامه القديم يعني الانسيان ريجيم بيخلص بثلاث اربع سنين ايه رئيس الحاكم بيكون راح تغيرت القاده الامنيين
القضاة تغيروا فاتوا على على هل يعني بتصير إذا بدك كل شيء معقول ينطرح بزمن بتعديل نظام كبير بيكون صار على الأرض تغير بتصير أهين تيجي تقول أوكي بنصور الأرض وبنعمل نكتبها نعمل ريفيرس إنجينيرين بنجي أزبلت هاي بسموه الهندسة المهندسين بسموه أزبلت بيجوا عبناية معمرة بيعملوا لها خوارطة مش بيعملوا خوارط تيعمروا بناية بيجوا عبناية بيعملوا لها خوارطة بقى بتجي بتشوف شو صارت على الأرض شو صار على الأرض ولا أوكي تعالوا تنجمد هالصورة أو نحسنها شوي بس أنه ننطلق من الأرض من موقع جديد هيدا احتمال وهذا الاحتمال أنا اللي بيأسفني أنه بتتغير لبنان بيتغير لبنان إلا لا رجعة الكيان عم بحكي هون صرنا بالكيان صار فيه خطورة على الكيان أنا شخصيا قدنا شفنا بالتعديل الأنظمة والكيانات اللبنانية أنه الكيانات اللبنانية تغيرت صحيح من الفخر الدين لليوم إذا بدك كل 200 سنة والقائم مقاميتين والمتصرفين كل 100 سنة بتغير كل 100 سنة بيفرق إذا كل واحدة من هودي فيها 50-100 ألف قتيل ولا مرة لبنان تغير خط على البارد نحن جاهزين لشي من النوع هل هنا هذا اللي بنروح عليه لأنه ما حدا يفكر فريق من الفرقاء أنه معقول تصير هيدي على البارد حتى لو في ميازين قوة مغير ما هالزمن الجديد سلاح بيجي بأربع بثلاث أيام شي بيأسف يعني وشي بيقلق انه هالقد هالقد بسموها فولاتيليتي سريعه بقى نحن لا نحن لازم نروح على توافق يجيب رئيس والرئيس قادرين بلعبه داخليه او صرنا من بعد هذا التعادل السلبي صرنا ناطرين بالنتيجه التوافق الاقليمي الدولي ليك عندي هيك عم بسمع عم بستردد لي انه المجتمع الدولي هو طالب انه هو بده يخلق المناخ بس بده يشوف اللاعب اللبناني والطبخه الداخليه اللبنانيه هي تنتج شو بدها تنتج هي تنتج لانه يعني هن بيئه حاضنه بس بده اللبناني يلعب ليش لها علاقه بكيف بده يتعاملوا معنا من بعدها هل نحن شعب قاصر ولا لا اذا شعب قاصر بدو يتعاملوا معنا بغير طريقه يمكن يرجعوا يقولوا خلينا احنا هودي قصار جماعه نعمل وصايه حط لنا وصي لانه اذا ما بيعرفوا يعملوا شيء ما دليناهم انه هاي بتروح على المهوار وهي ما بتروح على المهوار ما عملوا شيء يعني هو جماعه عندهم مشكله منهم قادرين يعملوا شيء منهم يعملوا شيء بكل شيء ساعتها من هيك انا لقلي نحن بفحص هائل امام التاريخ امام الاجيال هل نحن قادرين نحكم زيتنا قادرين نحكم زيتنا وهالمره ما فينا كنا قبل نتزرع انه يا خيي ما نحن ولا بنعرف نعمل مصلحتنا بس ما بيخلونا لانه هذا الفريق هذا الفريق كثير متورط مع هالجهس العالميه مع هالمحور وهذا الفريق كثير متورط مع هذا المحور وهن هالمحورين علقين مع بعضهم ما عم نقدر ونحن بالنص نحن هلا لا هلا شوي شوي المحاور كلها عم تتفق سو علينا نحن نستغل هالفرصة بس نحن ويمكن مطلوب منا نحن نعمل مبادرة انا بتمنى انه هل قادرين او نحن بحاجة الى وصي بعمق اعماقك شو معتقد انا عم بقول فينا نعمل فينا بلا وصي عندي شيء جواتي بيقول لي تعرف ليه لانه الزعماء معدل العمر للزعماء المسؤولين كبير صاروا بعمر بلشوا يفكروا به شو بدون يتركوا للتاريخ ما بقى شو يفكروا باللعبة الصغيرة الداخلية السياسية اليومية مين منهم عم بفكر انا عم بحكي بسيكولوجيا بسيكولوجيا الانسان عم بحكي بسيكولوجيا يمكن بالمطلق بس مش عن زعماء لبنان ليك بدك تقول لي انه هن قسروا قالب الطبيعة الانسانية مش مزبوط الانسان عنده في شيء اسمه الليجاسي تبع الانسان شو بتسمي الليجاسي اللي بده يقدمه للتاريخ كيف بده يدخل التاريخ الانسان بعمر معين بصير يفكر كيف بده يدخل التاريخ انه شو بده يترك ورا شو بده يترك بالتاريخ شو عمل شو كيف شو عمل كيف التاريخ رح يحاسبه رح يحكي عنه هلا بتصور انه
هيدي عامل إيجابي مش سلبي. على كل حال بعد عنا ملفات بدنا نحكي فيها النازحين، قضية حكمية مصرف لبنان وبعض المواضيع الأخرى، وإنما بعد فاصل إعلاني أخي. بدأ يتردد فيما يتعلق بحكمية مصرف لبنان أنه قد يكون هناك تمديد إداري لرياض سلامة، شو موقفك من هذا الموضوع؟ ليك نفكر عمليا عمليا تقنيا، أنا اليوم بعدم انتظام آلية أخذ القرار في لبنان والحوكمة الرشيدة إذا بتسميها من الرئيس الجمهورية وكل، إذا بيستلم الحاكم الأول نائب الحاكم الأول بدون ما يتكسر المؤسسة جوا بيمشي الحال. المعلومات اللي عندي اللي بلشت اسمعها انه في احتمال استقالات من صحيح واذا هيدا نواب نعم واذا هيدا الشيء صار يعني طار المصرف المركزي طار مصرف لبنان طار مصرف لبنان بتعرفوا شو يعني طار مصرف لبنان يعني عمليا هودي علامات الازمنه انه يعني لبنان احد اعمدة الكيان يعني لبنان مم. لبنان 1920 عم بروح عم يتهاوى انتبه هو كله ما بيرجع مثل ما كانوا بس تروح مؤسسة من هالنوع هو اللي عم اقول لك عنه انه الدوفاكتو انه بعد سنتين ثلاثة اربعة من هاو مثل هيدي وحدة بتكفي في غيره بيروح بكرة في غيره بيروح وانا بعتبر انه خلاص بنكون عم نفوت على سيناريو بي سيناريو بي هيدا ثلاث سنين اللي حكيت ثلاث سنين اي نعم من هيك انا بلاقي لا اذا في خطر ينهار ساعتها افضل اكيد افضل شيء انه نقطعها يعمل رئيس جمهورية ونعمل لانه في عمل هلا اذا هي ما صارت خط الدفاع الثاني اذا بدك انه يستلم النائب الحاكم الاول اذا استقالوا اذا ما استقالوا مش الحال اذا صار في هز كبير جوا داخلي لا افضل يكفي ساعتها يعني برأيك خط الدفاع الثالث هذا بعد ممكن رياض سلامة أن يتولى مثل هذه المسؤولية بظل هالهجمة القضائية عليه من العالم؟ هون السؤال كمان يعني أنت لو بتكون ضايع يا خي دقل لك مزبوط وما هم الغريق من البلد بلدي أنا لألي أنا لألي بدنا نشوف إذا فينا نحافظ على البنك المصرف المركزي بعد واقف عجريه هلأ إذا بقيوا تلك الخط الدفاع الثاني هو يستلم نائب الحاكم الاول ويمشي الحال ونكفي اذا هو تردد اذا هو تردد واستقال يعني افضل حل لا أكيد. اكيد اكيد شو بنعمل اعطيني حل بعدين يلي عم بيحب انه تنهار هالمؤسسه راحوا الوديعه للابد لانه بينقطش الشريط بين يلي اخذ المصريات اللي هي مؤسسه الدوله اللبنانيه الدوله والوزارات هني اخذوا المصريات 90% من المصاري راح المصارف عطيوهم ايه والمصارف اذا قطشت هذا الحلقه يعني المودعين خلصوا ما مش يرجعوا بحياتهم مصرياتهم لليوم بعدك متامل بعوده الودائع اذا مش المشروع يلي انا عم بشتغل عليه يلي اسمه الخطه الاقتصاديه لاحياء لبنان يلي حكينا عنها لا بيرجعوا لانه صندوق تثمير الاصول برد المصريات عرفوا لبنان في كتير فرص استثمار هائله تسمير اصول الدوله دولي نعم ايه؟ ما هيدا الخطه يعني الاشياء اللي بتملكه الدوله نعم يعني اليوم لخي ما بدي هيك كبلك كبي سريعه كتير 7000 فيها نعمل بمشاعات مرقمينهم انا عندي اياهم ارقامهم للدوله اللبنانيه مشاعات للبنك المركزي حتى فيك تعمل 7000 ميجا وات طاقه شمسيه بتعرفش حق الكيلووات على الطاقة الشمسية بتعرفش حق الكيلووات 3 سنت بتعرف ايش حقه على المازوت اليوم 32 سنت بس هذا الهوا بتعمل لك مليارين دولار بالسنة هذا بالهوا هذا بس هيك على التبليشي في عندك 7-8 مشاريع بيردوا مصاري كتير للبلد كتير في هودي الاراضي عم بقول لك عنه ردم البحر اذا بتزيح 100 متر عن الشط مش تنزع الشط وبتعمل جزر صغيرة 600-700 ألف متر كل وحدة تعرف هيداش تجيب مصاري لصندوق تسميد الأصول تعرف هيداش عملت سوليدير مصاري بالزمانات صح بهاور ردمتهم صح بدل ما تعطيهم للدولة اخدتهم هيدا يوم الأيام لازم تنفتح الموضوع نعم
طيب هيدي بالنسبة للأصول، ما دام عم نحكي عن مشاريع، نعم. مرفق جوني في كتير كمان أسئلة من المشاهدين، نعم. لأنه بيسمعوا أنه عندك نوع من أنواع التفاؤل، بيقولوا هذا التفاؤل أنه اقرأ تفرح جرب تحزن، يعني ما عم نتقدم على ما نتقدم بس بدنا نجرب. أنا اليوم بتطلع شو فيه موجود، يعني أسيتس موجودة، الله يرحم اللي عملون لإياهم، صحيح. الله يرحم فؤاد شيب واللي عمل هالمرفق، طيب هذا المرفق موجود، وهذا المرفق يعني كان ناطر شفط الرمل للأسف. عدنا 5 سنين أنا اشتغل بهالموضوع، رايح جاي على الوزارة بديك الأيام، يا خي شفتوا هالرملات، هم بيعملوا مصاري، الرمل بيعون تربح مصاري، دولة بتربح مصاري، وطولنا هالبور وصل، تعرف داش وصل البور غمقه مترين قد عبو رمل. هلأ أني شفوا عم يشفتون، لأنه الجيش عايزه أنت يفتح البور تبعه، صرنا بالأربع أمتار ونص، صار فيك تجيب باخرة. الامن مبنى الامن العام موجود موجود موجود، صحيح. كمبيوتراته صلح، ما دورناهمش، ساعدناهم الزمان تنعمر المر هذا، ما دورون. الجمرك موجود، كل شيء موجود، العملية. وهلا في عندك عجقة بمطار بيروت هائلة هالصيفية، ما فيك تفوت 4 ساعات و5 ساعات من هيك البعض، يعني بنقول يعني هلأني اذا جبنا، اذا قلنا، اذا فتحناها وبتكلفوا للوزير يلي انا علي حمي يلي دربطنا عليها كمان فيه منيحه، وبذات الوقت الوزير وليد نصار وزير السياح، لانه معني مباشره بهذا الموضوع، اخذها على عاتقه، يعني هو يشتغل فيها كتير مع الوزير علي حمي. لا ما بيقولوا هذا السياسي مخالف بهذا الموضوع، يا خي ما نحكي، يعني لن يصمح انه يفوت حدا الا عبر مطار بيروت، هذا قرار، هذا قرار الثنائي. لا لازم ان احنا نقول له لا الثنائي، اذا هذا قرار الثنائي خي، اذا بتوسعوا بالامن العام، ما في امن عام هون، يعني انه عمليا اذا خيفانين حدا يفوت شيء، طب الشط كله واسع، اذا ما فيكم تضبطوا، هن بدهم يتحكموا، منه بس انه خايفين حدا يفوت شيء، بدهم يتحكموا بحركه الدخول، هن يعرفوا مين فايت ومين طالع. امن العام اذا انا جيش مطار بيروت، انه شو عندهم؟ عندهم امن عام. اذا عندهم، اذا الامن العام هو جهاز دولي مؤتمن، بيرتاحوا له. الامن العام واحد، ثاني شيء عمليا يمكن يكون صرنا بزمن جديد، يعني كيف بدنا نعمل رئيس شو جمهوريه، شو زمن جديد، كيف بدنا نعمل رئيس جمهوريه ونعمل نهضه اقتصاديه نعملها وكلهم، اذا بعدها بنفكر بهالطريقه. هيدا تيست كتير حلو، اذا بنسقط بهذا التيست تروح على بيتك، صحيح. تروح على بيتك. متى بتتوقع انه يكون عندك جواب من وزير الاشغال؟ اصلا اذا جينا جواب بعد شهرين ما له طعمه. نحن هلا السياحه، هلا اللي بدنا اياه، انتبه يمكن ما نلحق، يعني تلحق تجهيزات، لا لا مجهز ما شيء، بده بس حدا يجي. ما هو المشكله هول البوبير كلها بتكون ثبت الطرقيطه، يعني مش هيني. بس انا بقول بضل فينا بين يونان فيها كثير، او قبرص يقدر نحط خط، يعني الخط اليوم انا اكيد انه بجيب لك 200-300 شخص بالنهار ببلش، حلو. واذا كبرت بزي وبيعمل نهضة بالمنطقة كلها، بس للبنان كله، ما حدا يفكر انه هلا كسروان، انه مطار بيروت لشو لبيروت، لكل لبنان. هيدا البور يعني بزيد امكانيات السياحة، العجقة ببيروت بتصير اهين، ويمكن ما يمشي، يمكن يعني ما يلاقي زبونات، النتيجة مش اكيد بالبحر، ايه بالبحر بدنا نشوف. بس انه امام عيوننا جاهز. ليك انا ما بوافق معك بقصة انه ثنائي ما ثنائي، بتعرف انه من 4 سنين حيين مهرجانات جوني جبنا بابور، معك خبر انه جبنا بابور؟ جب بابور لماذا واحد؟ لا 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 اشتغل على الخط، اشتغل على الخط شهر ونص، فلس اخر شيء، ما كان يلاقي زبونات لانه هو مش كبير، وقف، وبعدين رجعت الرمل، هو كان هيدا سبيسيال لانه مترين ونص 3 امتار قدرنا نزبط فيه. هلا اذا صرنا بال4 امتار ونص بيبي تستقبل بواخر، تقدر تجيب احسن، انتبه مش بواخر كتير كبيره، اتفق يعني. بس انه طبعا 200 شخص هلا. طيب بعد سؤال، لانه الوقت داهم، نعم. يعني بدي اسالك عن قضيه النزوح، نعم. السوري، وشفنا موقف المفوضيه الاوروبيه، بدا انه منهم متحمسين لحل هذه الازمه، نعم. الموجوده على الصعيد اللبناني، برايك هل يمكن هذا اول ملف يشتغل رئيس الجمهوريه القادم؟ هذا يمكن اول ملف، لانه هيدا الموضوع من هيك اعربت عن استعداد او عن امكانيه انك تطلع على سوريا؟
ايه مش بس مشان هيك مشان كل القضايا نحن اليوم رئيس جمهورية بصفته رئيس جمهورية مجبور يعني يمد خطوط يكون بخدمة شعبه يعني اذا بده يروح على المريخ كيف اذا على سوريا بلد جارتك حدك قدرك الجغرافيا قدر مش نحن واحد موجودة وقعنا هون احنا هون وهن هون مجبورين ببعض نلاقي طريقة باحترام بنتعلم من التاريخ انتبه التاريخ لازم نتعلم منه وإلا بيرجع بينعاد لازم نتعلم منه كيف تعال شو تعلمنا من الماضي وكيف بدنا نشتغل سوا حد بعد خاصة انه في نهضة انا انتبه كله هيدا عم بحطه تحت سيناريو النهضة الاقتصادية المالية في منطقة الشرق الأوسط القادمة اذا كله هيدا تخربط ورجعنا فتنا بلوجيك المحاور الاصطفافات والساحات بنكون بتكون لا بنفوت بغير شيء يعني النازحون السوريون مشكله بنيويه اذا لم تحل ليك اكثر شيء خطر بالنازحين السوريون انه بتهدد نهايه لبنان منا صغير انت قلت كلمه مهمه بنيويه بعطيك مثلا كلمه واحده قبل ما نفوت بتفاصيل الحياه الاقتصاديه اليوميه صار عندك أكثر من 300,000 سوري بلبنان خلقانين بلبنان ما معهم أوراق لا سورية ولا لبنان مكتوم وقاية 300,000 حودي بعد 5 سنين بصيروا 600,000 تعرف شو يعني؟ تعرف شو يعني هو عمره 18 سنة بقول هن ما بح شو هني؟ شو بسميهم؟ وخلقوهم وتربوهم نهاية لبنان عم أقول لك نهاية لبنان هل قد خطرة الشغل؟ نهاية لبنان المجتمع الدولي مجتمع الدولي بده هذه النهاية وقت اللي عم بغض النظر عن كل هذه التحديات عن كل هذه الأخطاب نحن بقول لك شغلي إذا أنت ما بتحترم حالك وما بتحب نفسك ما حدا بيحترمك وما حدا بحبك ليش بده يشتغلوا عنك ما عم بفهم إذا أنت ما عم ما عم تعمل شيء ليه؟ العهد السابق برأيك يعني حكيت عن زيارة سوريا برأيك كان على الرئيس ميشيل عون أن يذهب إلى سوريا ليحل هذه المشكلة إيه إذا كان ما بعرف إذا كانت تنحل لو راح ما بعرف لأنه كان بس أنه كان عليها من عسكري إيه بس أنه أي أنا بقول إحنا كلزم نعمل أكتر أكيد كلزم نعمل أكتر وبعدين ذاك الانقسامات الداخلية يا خيي ما إحنا رزق سايب رزق سايب كنت وقتها واحد يشد يمين يقول له شمال يقول له شمال يقول له يمين طب هو كلهم ترجموا هون صارت موقف سياسي اذا واحد بده يحكي عن الموضوع السوري صحيح يا خي هذا موضوع وطني للكل اليوم لحن كل الافريقيا على فكره اليوم في شيء جديد كل المكونين كل الافريقاء اللبنانيه السياسيه معتبرين شايفين الخطر يعني اوعى تفكر انه الشيعة او حزب الله او كذا عندهم موقف غير القوات غير الكتائب غير برأيك وعينا مؤخرين هذا اخذ وعينا مؤخرين أكيد على هذا الخطر اكيد وعينا مؤخرين وللاسف نحن اختصاصيه بانه ما نعمل شيء وتفويت الفرص ما بنعمل شيء نحن عندنا شلل دماء عندنا مشكله بارابليجي مشلولين نقشع الهاويه بتعرف هالنكته انه واحد يقشع قشره الماوس على الطريق شو بقول يا الله راح اصحط يا خي ما تقول رح تصحى تزيح لا بدي اقول رح اصحى تزيح عم اقول شيء نحن شو بنعمل في هالهاوي هونيك زيح عنا حبيبي ما بدي شيء ما بزي عنا على كل حال مع التمني اكيد بمستقبل افضل ومع التمني بان نصل حقيقه يوما ما الى وطن الانسان استاذ نعمت فين بدي اتشكرك على هذا اللقاء كمان بدي اتشكر الاصدقاء المشاهدين على متابعه هذه الحلقه مع وليد عبود طبعا اللقاء يتجدد الاربعاء المقبل تصبحون على الف خير